عشان كده حلقة النهاردة لكل لاعب في النادي الأهلي، لكل لاعب في النادي الأهلي عايز يستمتع ويعيش ويستفيد من مجد العلاقة مع النادي الأهلي يقدر. لازما عشان يقدر ولازما عشان يحصل ده يعرف انه ألف باء العلاقة مع النادي الأهلي الالتزام والانضباط والأخلاق. غير كده كائن من كان لا أحد يملك طرف التفريط في ثوابت النادي الأهلي. يعني مش بمزاجك، مش بمزاجك. عايز تفضل هنا؟ والله أخلاقيات هذا المكان هي بهذا الشكل، ضوابط هذا المكان هي بهذا الشكل، تقاليده وقيمه ومنظومته، جمهوره اللي احنا بنقول لهم الآن كهربا صدر ضده قرار، سيبه مع نفسه بقى، الناس تنسى خالص العقوبة، يتساب كهربا مع الجهاز الفني مع جهاز الكرة، كل يقرر ما يراه بدون أي اجتهادات وبدون ما نقفز على القرارات. ده كله متروك حبوا الأهلي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي من 100 سنة. احنا جبنا لكم الحلقة اللي فاتت عشان تشوفوا ضوابط وقيم النادي الأهلي بتسمع في محيطه ازاي. هكرر لكم فيديو نجم عراقي، نجم الكرة العراقية ميثم عادل. الراجل كان ضيف في قناة عجمان وبيتكلم على الأهلي المصري، بس سرد لحظة واحدة بس. ميثم عادل مش هيثم. ميثم بالميم. إذن أنت تقصد أن تقولها ولست مخطئا. بالضبط. أيوة. يعني إيه ميثم؟ ميثم اسم عربي قديم، الشخص واثق الخطوة، شديد الثقة بالنفس. ده ميثم عادل نجم كرة عراقية دولي كبير. عرضنا لكم الفيديو بتاعه. ومدرب ومحلل. مدرب ومحلل وما شاء الله لاعب عنده مخزون رياضي كبير جدا وعنده تاريخ، وكان شارك في تصفيات أطلانتا مع المنتخب العراقي. بس بقول لكم الراجل مش مصري، مش عايش الحالة بتاعت جمهور الأهلي، بس واصل له قيم النادي الأهلي وأسباب تميز النادي الأهلي اللي هنوريكم شهادات الآخرين ومنافسيه عليه وصلت لغاية الفيفا. بس هفكركم فيديو ميثم عادل لأنه من خلاله هنسرد قصص مهمة. وعندما نتكلم عن المبادئ والقيم لابد أن نستذكر الأهلي المصري. الأهلي المصري هو قمة في هذه المواضيع. شوف النادي الأهلي المصري في عام 1918 عندما قام 6 لاعبين بالفريق بالاستقالة ولو ذراع الإدارة، ماذا عمل عبد الخالق ثروت باشا اللي كان رئيس النادي في ذلك الفترة؟ قال لهم اذهبوا حيث ما شئتم، اذهبوا، احنا ما نريدكم، احنا نادي كبير، الاهلي اكبر من الجميع. كانت هذه اكبر رساله يوجهها عبد الغالي في عام 1928. طيب. عندما قام حسين حجازي بعدم استلام الميداليه وقام بارغام اللاعبين، لاعبي الفريق الاهلاوي، لانه حصل على المركز الثاني، ماذا عملت الاداره في تلك الفتره؟ ماذا عمر جعفر والي باشا رئيس النادي؟ اوقف حسين حجازي ومنعه حتى من لعب نهائي كاس مصر في تلك البطولة، وفاز فيها. المبادئ دائما تنتصر. في عام 85 مسألة جدا مهمة وهي الجوهري، عندما قدم استقالته بسبب قضية محمد عباس و16 لاعب أهلاوي تكتل مع الجوهري، لكن الإدارة اللي كان في وقتها حسن حمدي في تلك الفترة المشرف على الفريق قبل الاستقالة وقال نلعب بفريق الناشئين. ثم عاد الجوهري وقدم اعتذاره ولم توافق الإدارة على قبول اعتذار ال16 لاعب، ولعبوا فريق الناشئين في ربع نهائي كاس مصر. فازوا على الزمالك بهذا الفريق 3-2، وفازوا على الترسانة، ثم فازوا على الإسماعيلي 1-0 في النهاية، وحصلوا على البطولة. وهنا انتصرت المبادئ والقيم. ثم نتكلم عن 93-94 عندما قام حسام حسن في مناوشة مع لاعب المصري ناصر التليس. شو المعلومات ميثم اليوم؟ لا هذا قيم ومبادئ. طيب. نتكلم عنها. عبد الله ترى شو سوى حسام حسن؟ طرد الحكم اللاعبين، فرمى خلع قميصه ورماه في ارض الملعب حسام حسن وهو كان اسطوره هذا. ماذا قال المايسترو صالح سليم؟ ماذا قال لألين هاريس؟ قال له يا اخي نريد هذا اللاعب مهم، نحن اليوم وضعنا غير جيد في الدوري وهذا اللاعب ينفعنا في الدوري. ماذا قال ناصر سليم؟ قال له نحن نعم سنخسر بطوله ولكن لن نخسر مبادئنا وقيمنا. هذا صالح سليم، هاي مبادئ الاهلي. انت اليوم الخطيب في مساله صفقه القرن، الخطيب اليوم امتداد لعبد الخالق ثروت باشا، امتداد لجعفر والي باشا، امتداد لكل رؤساء الهلال الموجودين. طيب. او عفوا الاهلي الموجودين. الاهلي كيان كبير. طيب
اللي سردوا وعددوا وظل يتحدث عنه الكابتن الكبير ميثم عادل ده ايه؟ هو لم يسرد بطولات، لم يسرد ارقام انتصارات، لم يسرد جون عجبه، مشاركة عجبته، مباراة عجبته، بطولة عجبته، ريادة النادي الأهلي وعدد بطولاته، إنما سرد روح الأهلي اللي هي إيه؟ هذه المواقف هي اللي خلت إن الأهلي له روح، له طعم، يستلهم، ملهم، يستلهم منه، خلته يعدد هذا التاريخ اللي حفظه عن ظهر قلب. هو أكتر حاجة علمت عنده هذه المواقف المتتالية في أجيال متتالية، قرارات لا يأخذها إلا الأهلي، قرارات صعبة جدا لما تفكر في حينها. أنت بتتكلم على إيقاف لاعب لمدة شهر وتغريمه، ده إحنا وقفنا 17 لاعب أربع خمس مباريات في مشوار كأس مصر، وفي الآخر تتصور إنك تكسب كأس مصر. هذا هو الأهلي، وده اللي بيعيش فيه روح الأهلي التي يقدمها إلى العالم كمصدر إلهام. طيب، يعني الكابتن ميثم عادل في تجميعة المواقف اللي قالها عن النادي الأهلي أكد لنا على حقيقة مهمة، إنه قد كده المواقف بتعيش وريحتها بتنتقل إلى محيطها. لأن أنا كنت أفهم إنه ميثم عادل لو صحفي أو موثق أو مؤرخ هيكون من الطبيعي مطلع وقاري ومتابع، لكن احنا بصدد لاعب، ده لاعب دولي في المنتخب العراقي واحترف في نادي الإمارات الإماراتي وفي نادي الشرطة العراقي وعنده تاريخ كرياضي، إنما عايش قيمة الأهلي ومدرك هذا التاريخ الناصع.